بدأ العد التنازلي قبل افتتاح قمة نواكشوط، اجتماعات تحضيرية تسابق الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على جدول أعمال القمة في انتظار اجتماع الرؤساء الذين بدأوا في التوافد إلى العاصمة. نسعى إلى اتحاد إفريقي قوي فاعل ذو ميزانية تلبي احتياجاته، ميزانية إفريقية تلبي احتياجاته يتم تنفيذها وتنفذ البرامج بشكل فاعل. ومن هنا كان لابد النظر من لهذه الأمور المالية والميزانية. وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي ناقشوا خلال اجتماعاتهم المحضرة لقمة نواكشوط عدة مواضيع تتعلق بالسلم والأمن في إفريقيا، إضافة إلى الهجرة غير الشرعية التي تعتبر من أبرز تحديات القارة. بخصوص موضوع الهجرة، كما تعلمون أن الاتحاد الإفريقي طبعا عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله كرائد يعني إفريقي في مجال الهجرة لدور المغرب طبعا في هذا المجال سواء على المستوى القاري أو على المستوى يعني الدولي. وجهة النظر المغربية التي بدأت المملكة تعرضها منذ عودتها إلى الاتحاد الإفريقي وجدت تفاعلا كبيرا لدى هؤلاء الذين أكدوا قدرة المغرب على تقديم مقاربات جادة لحل العديد من المشاكل التي تواجهها إفريقيا. المغرب أصبحت دولة فاعلة، وأعتقد بأن انضمامها للاتحاد الإفريقي سيضخ دماء جديدة في هذه القارة، سيساهم في حل الكثير من القضايا. نقاط متعددة ناقشها وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي وتوصيات عديدة أحالها الوزراء إلى قمة الرؤساء في انتظار أخذ قرارات بشأنها. رغم أن الفساد والرشوة أبرز النقاط التي ناقشها وزراء خارجية الاتحاد الإفريقي، تبقى نقاط كثيرة تفرض نفسها على قمة الرؤساء. الشيخ أنور سيدي، ميديان تيفي، نواكشوط.